فكرة زينة إن إحنا نجمع بعض الفنانين والفنانات ونبدأ نشتغل وياهم ونسوي لهم نوع من الملتقى، ورشة رسم كملتقى. وبالفعل يعني بدأنا التجهيزات، بدأنا الاستعدادات، تجهيز اللوحات، الكنفسات والألوان وما يتطلبه العمل يعني. وفي نفس الوقت الفنانين مستعدين. يصير الانتاج او تطلع انتاج لوحات ممتازه، وعلى امل ان احنا طبعا عندنا الاسبوع الجاي اللي هو تاريخ 13 يوم السبت بنعمل معرض بالانتاج هذه، كل واحد يعرض اعمال اللوحه او اللوحتين اللي انجزها بنعرضها في الصاله. اتمنى من الحضور او من الجمهور الحضور يوم الافتتاح ويعطينا انتقاداته او يعطينا تصوراته عن يعني مدى نجاح الورشه، وانا مخليت الاول يعني على امل ان انا بسوي الثاني والثالث، ومو لازم انه يكون رسم، يمكن يكون خزف، يمكن يكون نحت، يمكن يكون رسم مره ثانيه.